لها اسمي نسر، طفلة جزائرية بيضاء وشابة. عندي ثلاثة خوت مذكور، أنا الكبيرة فيهم. المهم بابا جا طارمي، ماما أستاذة تاع رياضيات، تخدم في الثانوي. كل مرة نتنقلوا الولاية بسبة الخدمات بابا. المهم أنا شاطرة في قرايتي ومتعة، أمنية حياتي نصير محامية قد الدنيا ونفتح مكتب كبير. جبت الباك تاعي في 2006، الحمد لله ثم كان في عمري 18 سنة، وجبت معدل مليح ودخلت كلية الحقوق كما تمنيت. وجاتني الجامعة صعيبة خاطرش مكاش عندي صحبة، كانت ماما هي تروح معايا خاصة الأيامات الأولى وقت التسجيل، كانت تعيط لي بالفنيانة. المهم سجلت وبديت نقرا، كل يوم نروح للجامعة ونرجع للدار، ومن داك يجي لي بابا نروح معاه. حكايتي بدات نهار دخلت نقرا في المدرج، كيما حضرت محاضرة جا لي واحد الولد وقال لي معليش تديري البلاصة اللي حداك. أنا خسرت فيه وقلت له خلصوا عليك البلايص كامل وجاي لقى أنا، ودورت وجهي. قال لي أخي سالطة، أخي سالطة، وجا خارج. نشبع صح كي خلصت المحاضرة، جيت خارجة سبتو لقيته واقف. قال لي واش يا سالطة بغيتي مليح؟ نهار ثاني صبتو واقف حدا اللاصقة اللي نقرا فيها عندنا تيدي. كيما دخل قعد قعد حدايا وقال لي واش هاد الصفرة والعضلة في المجموعة؟ واحد باين فيه عام هباء. أنا ما حكيتش معاه قاع ودورت وجهي. قال لي وشحال صامتة انتي مخدومة هكذا ما تضحكي ما والو. جيت نايضة وبدلت بلاصتي، فاتو ليام فول كل خطرة عيط لي صامتة، وأنا ما نحبش كلمة صامتة. المهم واحد النهار جا عندي وعطاني كراسو قال لي معليش تكبيري المحاضره هذه، انا ما نقدرش نحضرها عندي خدمه. ايه معليش، شدت عليه كراسه وراح. كي كملنا ما صبتو ديت معايا كراسو للدار، كتبتو كاع الدروس اللي ناقصين ما كاتب والو. واحد الربع ايام ما بانش ولا كل يوم نكتب له، ضحكوا عليا تقدروا تقولوا عليا حلابه. ثقافه الجزء الثاني.